السلام عليكم احباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احوال جيده. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم واحد الكيكه بالماندالين، نتمنى تعجبكم وجربوها. نبداو بالمقادير. كنحتاجوا لواحد 3 ديال البيضات وكاس ديال سنيده، نزيدو كاس ديال السنيدة، نخلطو السنيدة والبيض مزيان، من بعد نزيد كاس جوج شاسيات ديال الفاني، وقشرة ديال ليمونة صغيرة وحدة. من بعد نزيدو بحال هكا كاس ديال لاروب، كاس لاروب ديال عصير ديال ليمون، من بعد نبداو نزيدو في الدقيق. عندي هنايا 120 غرام ديال الدقيق، ونزيدو واحد جوج خمارات، من بعد ما خلطنا المكونات ديالنا مزيان نخليهم على جنب، وناخذ المول اللي دهنته من قبل بالزبده وغبرته بالدقيق. وهنايا عندي واحد الكميه من الليمون صغير من الماندالين بحال هكا اللي نقيته، غنسيتو في المول ديالي. الكمية ديال الماندالين على حسب المول ديالكم، واش كبير ولا صغير، على حسب القياس. ستفتو على هاد الشكل، ومن بعد نكب عليه الخليط. من بعد ما خويت الخليط ديالي بحال هكا ونقادوه في المول، ندخلو الفران ليكون سخن من قبل على 180 درجه وحد 40 دقيقه ولا 45. كيف ما كتشوفوا معنا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه بالماندارين اللي وجدنا جميعا. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، واللي جربتوهاش خليونا الراي ديالكم في التعليق. انا غادي نقسمها معكم باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش مدايره من الوسط كيف ما عودناكم. هانتوما البنات كيفاش كتجي، راه كيجي فيها المندرين باين هاهي بحال دابا. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها بالصحة والراحة.